اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. يسابق محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الزمن منذ عودته من رحله العلاج الخارجيه التي لم تكتمل لحسم العديد من الملفات الرئيسيه بالنادي. وفور عودته من الخارج اطمأن الخطيب في البداية على سير العمل في المشروعات الإنشائية في الفروع الثلاثة التي قطع فيها شوطا كبيرا قبل السفر لإجراء العملية الجراحية. عقد الخطيب جلسة مطولة مع كل من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي والمهندس أحمد عبد الله ممثل جهاز مشروعات خدمة الوطنية بالقوات المسلحة للذين قدم تقريرا شاملا عن الخطوات الفعلية في كافة المشروعات مؤكدين أنه يجرى تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي أعلن عنه رئيس الأهلي في المؤتمر الصحفي الموسع قبل شهرين. وشدد الخطيب مع حديثه مع المستشار الهندسي على ضرورة المتابعة المستمرة ورفع تقرير لمجلس إدارة النادي عقب الانتهاء من كل مرحلة. الخطيب الذي عقد اجتماعا استمر عدة ساعات مع الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق بالنادي للوقوف على كافة الأمور الخاصة بمزايدة الرعاية وحقوق البث من الناحية التسويقية. وسوف يعقد جلسة مع الشؤون القانونية لمناقشة الجانب القانوني للوقوف على التصور النهائي للمزايدتين. كما عقد اجتماعا مع إبراهيم عبد الصمد مدير الأكاديمية بالنادي وبحضور كل من عبد العزيز عبد الشافي وعلاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة حيث تمت مناقشة التقرير الفني والإداري والمالي المقدم من مدير الأكاديمية وتحديد النقاط السلبية والإيجابية للمشروع. أرجأ الخطيب حسم جميع أمور الفريق الأول إلى ما بعد الانتهاء من مباراتي كامبالا سيتي الأوغندي في دوري الأبطال والمحدد لها 16 مايو الجاري ومباراة المصري المؤجلة من مسابقة الدوري والمقرر لها 22 من نفس الشهر. وأكد الكابتن الخطيب أن هناك جلسات مكثفة لتحديد الرؤية المستقبلية للفريق وتدعيمه من كافة النواحي بما يحقق الأهداف المنشودة لكل الأهلوية على الصعيد المحلي والقاري. قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأشعة التي أجراها عمرو السلية لاعب الفريق عقد مباراة الترجي التونسي أثبتت تعرضه لشد في العضلة الأمامية. وأضاف طبيب الأهلي أنه تم وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب لتجهيزه لمباراة كامبالا سيتي الأوغندي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تقام يوم 15 مايو الجاري في أوغندا. وكان السلية قد تعرض لإصابة في مباراة الترجي التونسي التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. أدى أحمد فتحي ووليد سليمان وكماني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش. وقام الثنائي فتحي وباكا بالجري حول الملعب فيما أدى سليمان جلسة في الجيم على هامش المران الفريق استعدادا لمواجهتي أياكس أمستردام الودية في مهرجان اعتزال حسام غالي يوم 11 مايو الجاري في الإمارات ومباراة كامبالا سيتي التي تقام يوم 15 من نفس الشهر في ثاني جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
يغيب جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة كامبالا سيتي الأوغندي التي تقام يوم 15 مايو الجاري في ثاني جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وكشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن صعوبة لحاق اللاعب النيجيري بالمباراة بسبب إصابة شد في العضلة الخلفية التي يعاني منها والتي أبعدته أيضا عن مواجهة الترجي السابقة. ويخضع أجايي لبرنامج علاجي من أجل تجهيزه بشكل أمثل. شارك سعد سمير وعلي معلول لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقوة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الاثنين. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري فضل عدم الدفع بالثنائي في مباراة الترجي التونسي الأخيرة للإطمئنان تماما على جاهزيتهما للمباراة. ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي معلول وسعد سمير من أجل الاستعانة بهما في مباراة كامبالا الأوغندي المقرر لها 15 من مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. أدت مجموعة اللاعبين الذي خاضوا مباراة الترجي التونسي الأخيرة تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على هامش نيران الفريق الذي يقيم على ملعب التتش بالجزيرة. وبدأ الأهلي استعداداته اليوم لرحلتي الإمارات وأوغندا حيث يستعد الفريق لمواجهة آيكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي الجمعة المقبل، ويعقبه السفر إلى أوغندا لمواجهة كامبالا الأوغندي في 15 من مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف وإلى متابعة أخرى للألعاب الأخرى. يواجه في الوقت الحالي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي نظيره الزمالك في المباراة الفاصلة لحسم لقب الدوري، وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى خلالها الفريق للظهور بشكل قوي والفوز من أجل التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي. ويفقد الفريق جهود محمود عاصم وأحمد عبد الرحمن للإصابات المختلفة، فيما يعول الجهاز الفني على خبرات بقية اللاعبين لحسم المباراة. وقع أحمد علي برغوتة لاعب منتخب مصر لكرة السلة على عقود الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بعد طلب الجهاز الفني التعاقد مع اللاعب لدعم الفريق في الموسم الجديد. ووقع اللاعب على عقود الانتقال إلى صفوف الفريق لمدة 4 مواسم قادما من صفوف نادي الاتحاد السكندري.
وجاء التعاقد مع برغوثة بعد نجاح الأهلي في ضم مصطفى مشعل وحاتم البحيري ورامي جنيدي إلى صفوف الفريق خلال الأيام الماضية. قال أحمد علي برغوثة المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إن الانتقال لصفوف الفريق مسؤولية كبيرة، وأنه سعيد بهذه الخطوة بعدما رفض العديد من العروض من أجل إتمام انتقاله إلى الأهلي، وأشار إلى أنه وافق على اللعب للفريق فور تلقيه اتصالات من الجهاز الفني لتأكده أن الأهلي عازم على تقديم موسم مميز للغاية بعد ضم العديد من اللاعبين المميزين. وأكد برغوثة أن طموحاته مع سلة الأهلي بلا حدود، مضيفا أن ثقته كبيرة في قدرة الفريق على الفوز بكل البطولات التي شارك بها في الموسم القادم، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع به. وألمح اللاعب إلى أنه سعيد للغاية بدعم جماهير الأهلي للفريق، ويراهن على أن هذه المساندة سيكون لها دور في تحقيق فريق السلة لطفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة. نروح لفاصل ونكمل مع حضراتكم باقي أخبارنا الرياضية. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع. الأهرام، الأهلي يدعو جماهيره لتكريم الكابتانو والبعثة تغادر لأوغندا السبت. بوابة أخبار اليوم، تدريبات استشفائية لثلاثي الأهلي أحمد فتحي ووليد سليمان وباقة. ومن الوفد أجاييه يغيب عن مواجهة الأهلي وبطل أوغندا. ومن المصري اليوم، البدر يستقر على قيد رامي ربيع في القائمة الأفريقية الثانية. ومن الشروق، الأهلي يسعى لتجهيز السولية لمواجهة كامبالا سيتي. ومن اليوم السابع، معلول يقترب من قيادة الجبهة اليسرى أمام كامبالا سيتي الأوغندي. ومن الوطن سبورت، الأهلي يواصل تدريباته صباح غدا. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله، ونترككم مع حدث في مثل هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم، 7 مايو 2014، الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين من دون رد ضمن مباريات الجولة 20 للمجموعة الأولى للدوري الممتاز 2014. المباراة أقيمت على ملعب استاد الأسكندرية، وسجل هدفي الأهلي عمرو جمال في الدقيقة 12 والدقيقة 75.